كانت جلسة تشاورية التي جمعت متمادية مع كافة المشاكل والتطبيق. السلام عليكم. لا يجب أن يمحى يوم الخميس الماضي 29 فبراير من الذاكرة ومن ذاكرة العالم. سيظل هذا اليوم الذي استشهد فيه ما يقرب من 120 فلسطيني وجرح خلاله ما يقرب من 700 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهم يبحثون عن غذاء يسد جوعهم ويبقيهم على قيد الحياة في شمال غزة. لم يكتف الاحتلال بالقتل والتدمير إلى حد محو المدن وإلغاء مقومات الحياة لسنوات قادمة، وإنما صوب نيرانه نحو البطون الخاوية لتبقى هذه المذبحة شاهداً على حالة عجز عالمي غير مسبوقة أمام حالة بلطجة ووحشية غير مسبوقة أيضاً. علي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام في جامعة الدول العربية. تؤيد بلادي ضرورة التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار إجراء عقابي بتجميد عضوية إسرائيل استلهاماً من التدابير التاريخية التي اتخذتها منظمتنا الأممية تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى يوم زواله واندثاره.